أحمد البابلي، مؤسس ومدير شركة ريبلوكس، مؤسس مشارك في بابلي بلاست، مدرس مساعد بالجامعة الألمانية بالقاهرة، مصمم في زيورخ أركتكتنج هورتاتوري، بكالوريوس في التصميم البيئي من جامعة ليختنشتاين. أهلا بيك. شغل عالي. مساء الخير ومنورنا في شغل عالي. ربنا يخليكي. مساء النور عليك. الشغل عالي مش غريب عليك، لأنه تجربة ريبلوكس كلها هي تجربة وينر طول الوقت ورائدة وجديدة، وعشان كده احنا مبسوطين أننا نسمع منك إيه هي ريبلوكس وإيه الجديد في عالم البناء الحديث اللي قدمتوه كحل لمشكلة كانت موجودة أكيد. أوكي. ريبلوكس في البداية هي طوبة بلاستيك. وكل الهدف منها كان إن إحنا نعمل طوبة وزنها خفيف وبتركب مع بعضها من غير مونة، ويبقى الملمس بتاعها هو ده الفاينل فينيش بتاع الحيطة، من غير ما بنعدي على مراحل كما هو متعارف عليه في الطرق التقليدية، إنه يبقى في أكتر من مرحلة بعد المباني علشان توصل للفاينل فينش. كان الهدف إن احنا نبني بالطوبة دي حوائط داخلية وبارتيشنز، والحوائط الداخلية والبارتيشنز دي نقدر إن احنا نفكها ونركبها بشكل سهل وبسيط. ده لطيف قوي، وانت بتتكلم اقدر اتخيل لعبه الليجو بتاعت زمان. هي مستوحاه منها، شبهها، حاجه شبه كده. اقدر ابني حيطه هنا النهارده، بكره عايز اغير المكان، ده سهل وما فيهوش اي هسل او فوضى يعني. بالظبط كده، هو ده الكونسبت او الفلسفه بتاعت البرودكت، انك تقدر تعمل حوائط داخليه سهله الحركه والفك والتركيب. ده بنعمله ليه؟ علشان نقدر نحول اي سبيس لسمارت سبيس. السمارت سبيس انك تقدري تكبري السبيس وتصغريه في الوقت اللي تحتاجيه، بس من غير ما يبقى في هسل انك تنقلي حيطه مبنيه بالطريقه التقليديه يعني. فتقدري تعملي كده بشكل اسهل وابسط بكتير، وشخص عادي يقدر يعملها في بيته، وده الشكل الجديد واللطيف، مش كده؟ بالظبط كده. الناس يعني هو بساطته ان اي حد يقدر ان هو يبني البارتيشنز دي بنفسه، ويقدر ينقلها من مكان للتاني بنفسه، ويقدر اصلا ينقلها من بيت مثلا في القاهره لبيت في الساحل لاي مكان تاني. خصوصا انه البرودكت كمان اتطور وبقى مش بس مقتصر على انه بيعمل حوائط داخليه وبارتيشنز، لكن هو كمان اتطور ان هو بنعمل بيه كارافانز وحاجات كده، صح؟ بالظبط، وبنعمل بيه فرنتشر. فكمان الفرنتشر ليها نفس المميزات بتاعت انك تقدري تفكيها وتركبيها بنفسك. فده اللي خلانا بقى مؤخرا ان احنا نقدر نفرنش سبيسز كامله كلها من ريبلوكس، حوائط وفرنتشر، والسبيسز دي تبقى سمارت سبيسز كلها ينفع ان هي تو بي ريديزايند اكتر من مره اكوردنج لاحتياجاتك بقى اللي هي المتغيره يعني. واللي حضرتك بتقوله جميل، ما انا بقول لك، بس هو واخدني لعالم احلام شويه. بس عندي اسئله كتير ليها دعوه بانه معروف ان البلاستيك ما هوش حاجه منتج صديق للبيئه قوي، مش كده؟ ما اتقالتلكش الفكره دي كاعتراض على انه ليه بلاستيك، ما فيش خامات تانية تبقى يعني ايكو فريندلي او صديقه للبيئه اكتر، فكانت يعني نعرف نروج للفكره اكتر. البرودكت هو ايكو فريندلي برودكت، هو مصنوع من الريسايكل بلاستيك، دي فئه، والفئه الثانيه مصنوعه من الخامات البلاستيكيه اللي هي لم تستخدم قبل كده، لكن الفئتين هم يمكن اعاده تدويرهم تاني. ودي اول نقطه في انه البرودكت يبقى ايكو فريندلي، انه الخامات بتاعته تبقى خامات معاد تدويرها تاني، حلت مشكله اصلا. بالظبط كده، ويمكن اعاده تدويرها تاني. الدرجه اللي بعد كده في مرحله التصنيع، لان مرحله التصنيع بتاعته ما بينتجش عنها اي انبعاثات ضاره للبيئه، اللي هي بتتسمى CO2 emissions. وهنا في مراحل التصنيع هي مراحل تصنيع كمان صديقه للبيئه. بعد كده بنطلع سلمة تانية، والبرودكت هو يمكن إعادة استخدامه أكتر من مرة مقارنة بمنتجات بلاستيكية كتيرة اللي هي الوان تايم يوز، اللي هي بتستخدم مرة واحدة بس وبعد كده بتترمي. لكن لما بيبقى ريوزبل فده بيديله عمر أطول. طب وبعد كده نطلع
سلمة تانية كمان. هو العلم برضو بيبان يعني. لسه أسألك من العلم. وبعد كده بنطلع سلمة تانية لأنه البرودكت يمكن إعادة توظيفه تاني. يعني بمعنى ايه؟ انه ممكن كل البلوكس اللي راكبه في الحيطه ممكن فكها ويتعمل بيها فرنتشر، ممكن يتعمل بيها مكتب او سرير. فك الحيطه اعمل كنبه. بالظبط كده. او ممكن مؤخرا بقينا بنعمل بيوت اللي هي الكبسول، فممكن تفك الكبسول كل البيت ده ويتنقل من مكان للتاني او يتقسم لاوض تانيه صغيره. فكون ان البرودكت بيعاد توظيفه تاني ده بيديله عمر اطول طبعا من يعني من المتعارف عليه، فده اللي بيخليه مور سستينبل وايكو فريندلي. لازم تقول لي ان الفكره جات لك من ليجو، من مصر. الليجو طبعا جزء من الفكره، خصوصا في الفك والتركيب. طبعا يعني هي الفكره كده فعلا انه الحاجات بتتركب على بعضها بالطريقه دي. بسالك ليه على اللعبه اللي احنا بنلعبها؟ لانه واحد من التحديات ان سعرها غالي. فهل ريبلوكس زي ما هي صديقه للبيئه كده هي كمان اقتصاديه فارخص مثلا، فدي الميزه التنافسيه بتاعتها؟ هو لما بنقول ارخص لازم نقول هي ارخص مقارنه بايه، وايه البنفيتس اللي ريبلوكس بتقدمها، وبالتالي ممكن يبقى السعر ساعتها لا يقارن او قليل مقارنه بالبنفيتس اللي الناس بتاخدها. فريبلوكس مش بيقارن بشكل في المطلق ما بين مع الخامات التانية، ولكن هو بيقدم حاجات الطرق التقليدية ما بتقدمهاش. يعني لما بنقول إنه ريبلوكس وزنه خفيف 10% من وزن الطوب الأحمر، فدي حاجة الطوب الأحمر ما بيقدرش إن هو يقدمها. لما بنقول إنه بيركب مع بعض من غير مونة، فدي حاجة الطوب الأحمر ما بيقدرش إن هو يقدمها. لما بنقول إن إحنا بنبني موفبل بارتيشنز أو موفبل مثلاً هاوسز يقدرين تفكيها وتركبيها في مكان تاني، ده ستيل الطرق التقليدية ما بتقدرش إنها تقدم كده. فاللي بيقدر يشوف الفاليوز دي أو البنفيتس دي وحاس إنها بتحلله مشكلة هيقدر يدفع القيمة بتاعة ريبلوكس. عايز أسأل عن المراحل بتاع التطور، البساطة وبعدين التعقيد وبعدين الحاجات الضخمة جدا وبعدين بنرجع تاني للبساطة. التطور رايح بينا لفين وبالذات في استخدام المساحات الداخلية؟ بصي جايز أنا ما كنش يعني أفضل شخص ممكن يجاوب على السؤال ده، لكن أنا هقولها لك من وجهة نظري، وده اللي كان انعكس على الديزاين بتاع ريبلوكس، إنه أنا شايف إنه المساحات يمكن أو محتاجة تكون مور فلكسبل عن كده، علشان نقدر ان احنا نستخدم السبيس ده باكتر من شكل في اكتر من توقيت، لانه احتياجاتنا بتتغير بشكل مستمر. لو السبيسز ما هياش فلكسبل بالشكل الكافي، السبيسز دي هيبقى ما هياش فانكشنال او الوظيفه بتاعتها لسه محدوده. وكان ده جزء من فلسفه ري بلوكس، انك لما تبني سبيس او تفرش سبيس بري بلوكس يبقى عندك المرونه العاليه ان السبيس ده يقدر ان هو يتغير مره واثنين وثلاثه واربعه. ان يكون ده طلبك اصلا، يعني حاسه من كلامك قوي انه ليه لا، انه مساحه عمل مثلا تتقسم اكتر من مره باكتر من شكل. بالظبط بالظبط بالظبط. البيوت الخارجيه مثلا صح؟ بره في جنينه في حاجه. بالظبط. يعني في الجزئيه بتاعت يعني جاز احنا الفتره الاخيره احنا طورنا برودكت جديد اللي هو البيت الصغير او اللي احنا اللي سميناه الكبسول. والكبسول عباره عن بيت فيه اوضه نوم وكيتشنات وحمام، والهدف من البرودكت ده هو حل مشكله المساحات الخارجيه اللي موجوده في اي فيلا او شاليه. اللي 90% من الناس بيبقى عايز يستغلها لكن مش قادر، لانه الطرق المتعارف عليها او التقليديه غير مسموح بيها. فالسولوشن ده وزنه خفيف، وزنه 10% مقارنه باي بيت تاني او اوضه تانيه هتتبني من الطوب الاحمر والخرسانه. يمكن فكها وتركيبها وانس ان انت قررتي انك مش عايزه الاوضه دي في المكان ده او البيت ده في المكان ده، فتقدري تفكيها في دقايق وتتنقل من مكان للتاني. خليني اسالك طيب عن الاجيال اللي شفتها ودرست لها في تحديدا في الهندسه المعماريه، ايه اكتر حاجه كنت بتوصي بيها انها تؤخذ في الاعتبار؟ بيبقى دايما عندنا احنا كمتابعين مش متخصصين السؤال ده،
هو انتوا اشمعنى بتقولوا في مبنى صديق للبيئه ومبنى تاني لا تنطبق عليه المعايير؟ اشمعنى البيوت القديمه بتاعه العشرينات من القرن اللي فات كانت جميله ومبهره وجواها حلو، والبيوت الجديده بتاعتنا خانقه وحر واسمنت كتير؟ يعني قول لنا الفرق، وقول لنا لو انتبهنا ممكن نعمل ايه في اللي جاي. بصي، هو الاتجاه اللي في العالم كله حاليا انه لازم المباني تكون بتسيف انرجي، يعني بتوفر طاقه، سواء كان المباني دي بتقدر ان هي توفر الطاقه اللي هي هتشتغل بيها كاناره وتبريد او تدفئه، او ان هي بتوفر ريسورسز او ريسورسز خامات او موارد. فده الاتجاه المتعارف عليه حاليا في العالم كله. وقت التدريس او في الجامعه ده دايركشن هو ما بينفعش ان احنا الناس تسنيه من اي مشروع، لازم كل بروجكت نقيمه من الناحيه الانفايرمنتال، هو ازاي بيسيف انرجي، هو ازاي بيقدر يحتفظ بدرجه الحراره الداخليه جوه السبيس، وكل ما السبيس كان بيقدر ان هو يحتفظ بدرجه حرارته اللي هي جوه الكومفورت زون، كل ما استهلاك التكييفات او التدفئه بيقل، وبالتالي الكهرباء هي كمان بتقل. البيوت القديمه ليه هي بتحتفظ بدرجه الحراره اكتر؟ لانه الحوائط مبنيه من الحجاره او الطوب، وبيبقى ليها وتخينه، فبالتالي ده بيقلل الحرارة انها تتنقل من بره لجوه او العكس، فبيفضل الفراغات الداخلية محتفظة بدرجة حرارتها. هل ده كمان قابل للتطبيق؟ يعني هل في مستقبل البناء ممكن يبقى عندنا حلول تشبه الحلول اللي حصلت قبل كده ونجحت؟ حاليا في الحلول اللي هي بتشبه او بتديكي نفس الـ 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 يعني البرفورمانس، لكن بخامات تانية متطورة، بتبقى حوائط معزولة. يعني حتى فري بلوكس احنا طورنا جريد عازلة للحرارة، ولما عملنا انرجي سيميوليشن للجريد دي اثبتنا ان احنا نقدر نوفر 40% من استهلاك الكهرباء للتكييفات. ده رقم عظيم. انا بشكرك، شكرا جزيلا مهندس احمد. شكرا جدا ليك، بشكرك لانك واحد من الناس اللي بيقدموا وبيعملوا حقيقي حلول عظيمه، واحد من الناس بتعمل شغل عالي. شكرا جدا ليكي. شكرا جدا. الديكور واحده من المهن اللي مش هي بس وظيفتها الرفاهيه والجمال، ولو ان دي وظيفه مهمه، لكنها كمان وظيفتها تقدم حلول حقيقيه لاستخدام المساحات. كانت حلقتنا النهارده بالنسبه لنا ممتعة جدا، أشوفكم إن شاء الله على كل خير، ودايما بنعمل شغل عالي.